اهلا بيك استاذ. الفرقه الثالثه شعبه محاسبه واداره تاكس اكاونتنج. شباب الفرقه الثالثه اللي مزعلني ومش بيذاكروا ومش حاسين باي حاجه. شدوا حيلكم بقى علشان انتوا بتتدلعوا كتير، اتفقنا؟ فعايزين كده ايه، نستجدع ونشد حيلنا علشان ربنا يكرمنا ان شاء الله ونخلص. اتكلمنا المرة اللي فاتت في التاكس اون نون كوميرشال، وانتوا عملتوا لي ريسيرش عن المهنة والحرفة في القانون، واتفقنا ان اي تاكس في الدنيا هي عبارة عن اتفقنا ان اي تاكس في الدنيا هي عبارة عن تاكس اون بروفيت، تاكس اون نت بروفيت. فالنت بروفيت هو عبارة عن الفرق ما بين التاكسبل، ايوه تاكسبل ريفينيو، تمام، والتاكسبل اكسبنسز اللي بنسميها ديدكشن. حلو الكلام. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التاكسبل ريفينيوز ان ديتيلز، وقلنا الريفينيو فروم براكتسينج ذا بروفيشن، وقلنا الريفينيو اللي جاي للراجل ده او النون كوميرشال اكتيفيتي من الكابيتال جينز، كابيتال جينز فروم سيلينج النون بروفيشنال اسيتس اللي عنده اللي هي اللونج تيرم اسيتس، والترانسفير اوف الاكسبرتيز اساينمنت اند ديسكلوجر، نقل الخبرات والحقوق الملكيه والكلام ده كله. وقلنا ان الريفينيو ده لازم يبقى ليه شروط، يبقى ايه، كاش بيزس و inside Egypt، ولو outside Egypt يبقى المين اوفيس بتاعنا inside Egypt. ده mainly اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. وقلت هنتكلم بقى النهارده ان شاء الله عن الجزء بتاع الاكسبنسز او الديدكشنز. يعني انا اقدر اخصم اي نوع من الاكسبنسز كده؟ لا. جه القانون قال في certain conditions، يعني في شروط معينه for any expense to be deductible من الريفينيو. يعني انا كتاكس اوفيس حددت لك بعض الشروط المعينه عشان اعتبر لك الاكسبنس ده اكسبنس، واسمح لك ان انت تقسمه من الايرادات بتاعتك الخاضعه للضريبه علشان نحدد النت بروفيت الخاضع للضريبه. فلو جيت اتكلمت عن ايه هي الكونديشنز، تعالوا نقراها مع بعض. اول حاجه الديدكتبل كوست، الديدكشنز هي are expenses that are approved by a tax office to be deducted from the revenue. The costs are deductible from the taxable revenue with the following conditions. ايه هي conditions؟ Number one, and the taxpayer you should keep regular books. يعني عندك دفاتر منتظمة مسجل كل حاجة بفواتيرها بكل حاجة. ايه طب لو انا ما عنديش regular books؟ باخد على حاجة اسمها arbitrary basis، ودي هنشوفها بعدين. تمام؟ يعني التاكس اوفيس مش هيعترف لي بالاكسبنسز اللي انا هقدمها في حاله ان لو انا ما قدمتش ما قدمتش ايه يا شباب؟ ما قدمتش دفاتر منتظمه. تمام؟ طيب they must be necessary for practicing the profession. يعني ايه؟ يعني not personal expense. ايه النقطه دي؟ يعني مثلا ما ينفعش اسافر او اتفسح او اجيب هدوم او اصرف او الكلام ده كله واجيب واقول ان دي اكسبنسز. لا، دي بيرسونال اكسبنسز. البيرسونال اكسبنسز shouldn't be approved by the tax office to be deducted from the revenue. ليه؟ لان دي حاجه not for the business use، دي personal use. ف no deduction for any personal expense. يبقى they must be necessary for practicing the profession زي الرنت والسالري والديبريشيشن، الحاجات اللي انا بستخدمها في شغلي. يبقى number one في conditions ان taxpayer should keep regular books. Number two, they must be necessary for practicing the profession. They must be real او supported by documents. يعني ايه must be real؟ يعني تبقى يعني تبقى حاجة حقيقية انا دفعتها، صح كده؟ طيب they should be actually paid. ده يرجعنا لنقطة ان expenses لازم تبقى on cash basis with the exception of depreciation. Depreciation بس هو اللي مش كاش، لان انا بدفع حاجه اسمها depreciation. يعني انتوا عارفين ال depreciation طبعا بيتحسب ازاي؟ cost minus salvage value divided by useful life. ال depreciation بس هو اللي القانون سمح ان هو يتخصم وبريكس معينه،
اتفقنا؟ انما اي اكسبنس لازم تبقى كاش. طيب تعالوا كده نشوف، لو انا اشتريت سبلايز ب 12000، ده البيرتشيس اوف سبلايز، واليوز كانت 8000. في المحاسبه احنا كنا بنكتب الاكسبنس يوز هي الاكسبنس، او السبلاي يوز هي الاكسبنس. هنا التاكس اوفيس قال لا، طالما انت paid ب 12000 سبلايز، يبقى السبلايز كلهم تعتبروا ايه، او يعتبروا ايه، اكسبنسز. يبقى نرجع هنا نقول ان الاكسبنس شرط تبقى كاش بيزس وذ اكسبشن اوف ديبريشن. اتفقنا؟ طيب they should be supported by document. يعني ايه should be supported by document؟ يعني حضرتك ما ينفعش تقول انا دفعت وخلاص، لازم تأيد او تجيب المستند اللي يأيد ان المصروفات دي اتدفعت. طب هتقول لي في بعض الاكسبنسز صعب ان انا اعمل لها سبورتنج بدوكيمنت، زي التيبس مثلا اللي هو بنسميه جراتيتيود، زي الاوردينري سندجيت اكسبنسز اللي هي المصاريف الميسلينيس النثريات كده، البوفيه، الاوردينري مينتننس، الديلي نيوز بيبر، انترتينمنت، كليننج، الحاجات اللي صعب اثباتها بفواتير. قال لي ديدكتبل، تعتبر ديدكتبل كوست، تعتبر ديدكتبل. ايه ده احنا ما اثبتناهاش، ما هو القانون سمح ان هي تبقى ديدكتبل اكسبنس بس بليمت 7% من ايه، من الاكسبنسز اللي هي سبورتد باي دوكيمنت اكسبنس. لا انا مش فاهم، يعني انا هاجي اقول ايه؟ بصوا معايا، انا جبت للتاكس اوفيس اكسبنسز سبورتد باي دوكيمنت، كل المصروفات اللي انا بقول لكم عليها دي سبورتد باي دوكيمنت، مثلا 100000 جنيه دي مسموح ان هي تتخصم كديدكتبل كوست. وباجي اقول للتاكس اوفيس انا عندي 9000 جنيه اكسبنسز نوت سبورتد باي دوكيمنت، يعني مش قادر اجيب الفواتير بتاعتها، هل اخصم من الريفينيو ال 9000 جنيه؟ التاكس اوفيس قال لي لا. امال ايه؟ قال لي الاكسبنس الماكسيمم اماونت اوف اكسبنسز not supported by document that could be deducted 7% من الاكسبنسز supported by document اللي هي ال 100000. يعني انا اقصى حاجه في الاكسبنسز دي اخصمها هي 7000 مش 9000. طب ال 7% دي جت منين؟ القانون هو اللي قال كده. يبقى لما اجي اقول لكم الاكسبنسز نوت سبورتد باي دوكيمنت تتخصم ولا لا؟ تتخصم، بس القانون حاط لها ليميت قد ايه؟ 7% من الاكسبنسز ذات كود بي سبورتد باي دوكيمنت. صعب الكلام؟ طيب بصوا يا شباب، يبقى انا دلوقتي بتكلم في ايه؟ بتكلم على الديدكتبل كوست، على الاكسبنسز. هل الاكسبنسز ديدكتبل؟ ايوه، بس لازم ليها سيرتن كونديشنز القانون حددهم. ايه هي كونديشنز؟ التاكس بير شود كيب ريجولر بوكس، they must be necessary for practicing the profession not personal، they should be real، they should be actually paid. actually paid هنا يقصد ايه؟ cash basis. تمام، they should be supported by document. طب الاكسبنسز not supported by document، الماكسيمم ليميت بتاعها 7% من الاكسبنسز that could be supported by document، زي ما انا شرحتها لكم. طيب القانون حدد ثلاث انواع من الاكسبنسز لاي نون كوميرشال اكتيفيتي. ايه هم الثلاث انواع من الاكسبنسز؟ اول حاجه هنقسمهم 3 كاتيجوريز. اول كاتيجوري هي الديدكتبل كوست باي لو، المصاريف دي القانون هو اللي قال ان هي تتخصم. تاني كاتيجوري الاذر ديدكتبل كوست نيسيسري فور براكتسنج ذا بروفيشن. تالت كاتيجوري اذر ديدكتبل كوست بس من النت ريفينيو. ايه بقى الثري كاتيجوريز دول؟ تعالوا نشرحهم. بص انتوا هتحسوا ان الكلام ثيوريتيكال كتير، بس ده البيز اللي هيبقى انا محتاجه علشان اقدر احل بيه واعمل الاقرار الضريبي للنون بروفيشنال. تمام؟ من غيره، طب ما انت مش عارف الاكسبنس دي ديدكتد ولا لا، القانون موافق عليها ولا لا، يبقى لازم نعرف الاول البيز وبعد كده نحل، ما فيش اي مشكله هتلاقوه منتهى السهوله. يبقى تاني الديدكتبل كوست القانون سمح ان هم يتخصموا من النت ريفينيو وقسمهم لنا 3 كاتيجوري. اول كاتيجوري ديدكتبل كوست باي لو، تاني كاتيجوري الاذر ديدكتبل كوست نيسيسري فور براكتسنج ذا بروفيشن، تالت كاتيجوري الاذر ديدكتبل كوست فروم نت ريفينيو. تعالوا نشوف بقى حاجه.
ايه الـ deductible costs اللي القانون حددها؟ يعني ايه الـ expenses اللي القانون حددها؟ اولا اي مهنه لازم مصاريف المزاوله بتاعت المهنه، اشتراكات النقابه، الزكاه بتاعت الفيكسد اسيت، اي ضرائب بدفعها بخلاف ضريبه النون كوميرشال، كل دي تعتبر expenses. فاول حاجه دي بتبقى ريجستريشن. ريجستريشن انا بروح اسجل نفسي زي ما انتم ان شاء الله مثلا هتتخرجوا محاسبين او whatever، فلازم او عندك اي مهنه لازم تعمل مصاريف تسجيل، ولازم تشترك في النقابه يبقى الانيوال سبسكريبشن بيد تو ذا كانديديت، ومصاريف مزاوله المهنه، يعني انت جراح ولا طبيب ولا مهندس ما ينفعش تشتغل من دماغك، لازم تاخد الرخصه، فالرخصه دي بيدفع لها مصاريف، فالمصاريف القانون حدد وقال لك ان اي حاجه هتدفعها للحكومه تعتبر ديدكتبل. يبقى الـ duties of registration والـ annual subscription paid to the syndicate والـ duties of practicing the profession كل دول deductible costs. الـ depreciation of fixed assets احنا قلنا القانون سمح ان انا اعمل depreciation للـ assets اللي بستخدمها to practice my profession equipment بقى machines او whatever. اي تاكس بيد، اي ضرائب هدفعها، بيلدينج تاكس، ستامب تاكس، اي ضريبه هدفعها تعتبر اكسبنس. طبعا ده بخلاف الضريبه على المهنه الحره اللي هي تاكس اون نون بروفيشنال، احنا بنحسب ده كله علشان نحسبها. اتفقنا؟ طيب. ال يبقى ده اول كاتيجوري اللي هي ايه؟ ديدكتبل كوست باي لو. لازم الكلام ده تبقى عارفه كده زي اسمك. ايه بقى الكلام ده؟ طبعا اللي محدده هو القانون. يبقى الديدكتبل كوست باي لو عندي الديوتيز اوف ريجستريشن، الانيوال سبسكريبشن بيد تو ذا سندجيت، الديوتيز اوف براكتسنج ذا بروفيشن، الديبريشيشن، اني تاكس بيد. تاني كاتيجوري بقى هو الديدكتبل كوست نيسيسري تو براكتس ذا بروفيشن. فكر معايا كده، ايه انواع الاكسبنسز نيسيسري تو براكتس ذا بروفيشن؟ يلا نفكر مع بعض. محتاج ايه عشان تو براكتس ماي بروفيشن؟ محتاج رنت، محتاج موظفين ياخدوا سالاريز، محتاج ادفرتايزنج وبابليستي اكسبنسز، محتاج يوتيليتيز، محتاج وات ايفر المصروفات اللي هي النورمال اوبريتنج اكسبنسز اللي انا بدفعها او بتحملها علشان ابراكتس ماي بروفيشن. يبقى القانون سمح ان المصروفات دي تتفصل، بس في بعض الحاجات بقى اللي لازم نخلي بالنا منها. يعني مثلا سي انا بدفع سالاريز، انا ك ك ك كاونر ما ينفعش اخد سالري لان المكتب ده بتاعي، فاي سالري هاخده يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ديستريبيوشن اوف بروفيت، ده جزء من ارباحي، صح؟ يبقى الاونر مالوش سالري. هي دي بقى بعض التركات اللي انا بقول لكم عليها، تعالوا نشوفها مع بعض. الرنت بيد فور ذا بليس allocated فور practicing ذا بروفيشن، بس زي ما اتفقنا الرنت لازم يكون اون كاش بيزس. يعني لو انا دافع رنت فور 2 years خلاص paid، paid يبقى expense. طب لو انا الرنت كان 24000 في السنه، انا دفعت البيد كان 20000 بس، اوكي هناخد ال 20 ما لناش دعوه بال 24، احنا مش accounting، احنا ماشيين according to tax. دايما الدكاتره والمهندسين بيعتمدوا على الابحاث العلميه والساينتفك بوكس علشان يكيب ابديتد يعني، تمام؟ فالحاجات دي تكاليفها بتبقى غاليه، فالقانون سمح ان هي تتخصم. Other expenses زي الالكتريستي والووتر والتليفون والتليجراف اند سو اون، دي كلها دي كلها expenses. ال travel and transportation expenses، بس خلي بالكم اني travel expenses اللي paid by the taxpayer for practicing the profession، انما الترافل مثلا للهوليداي، لا ده هوليداي انت مسافر تتفسح، دي personal ونو ديدكشن فور اني بيرسونال اكسبنس. الكابيتال لوسز، فاكرين الكابيتال جين؟ مش قلنا ان الكابيتال جين ريفينيو؟ يبقى لو عندي كابيتال لوس تعتبر اكسبنس. ايه الكابيتال لوس دي؟ لو انت عندك اسيت السيل برايس بتاعه، سعر البيع بتاعه اقل من البوك فاليو، يعني لو البوك فاليو ريميننج فاليو 4000 وانا بايعه ب 3000، يبقى ده معناه ان انا خسران 1000، ال 1000 دي القانون سمح ان هي تتخصم. الويجز اند سالاريز، انا اتفقت معاك او ريورد او وات ايفر بيد فور ذا ورك فورس هو ار براكتسنج ذا ورك فور ذا تاكس بير، مالها؟
الاجور والمرتبات ديدكتبل، طبعا ديدكتبل، دي المشكله بتاعتها، ما فيهاش مشكله، ما فيهاش مشكله الا ان اللي هندفعه للتاكس باير او الاونر انا اسف ما ينفعش ياخد سالري. طب ايه تاني؟ انا جايب اخويا معينه او مراتي معينها وبتشتغل وبديلها سالري في الشهر 50,000 جنيه، 50,000 جنيه سالري للبراكتيشنر وايف. لا، القانون مش هيقبلها. اذا ليه مش هيقبلها؟ لان الريليفنت عندي الناس اللي زيها بياخدوا 6,000 جنيه، اديها انا 50,000 جنيه، يبقى انا قصدي او غرضي ان انا اعلي الاكسبنسز وادفع ضرايب اقل. فالقانون قال لي لو هتعين حد من قرايبك تدفع له يبقى بالريليفنت اماونت زي المرتبات اللي عندك. طيب الانشورنس بيد اجينست البروفيشنال ريسك، احنا كل ده بنتكلم في الكاتيجوري الثاني من الاكسبنسز، اللي هي اني اكسبنسز؟ الاكسبنسز نيسيسري تو براكتس ذا بروفيشن. عندي حاجه اسمها جوينت اكسبنس. ايه بقى جوينت اكسبنسز دي؟ بص يا شباب، جوينت اكسبنسز يعني عندي اكسبنس، الاكسبنس ده مشترك ما بين البيرسونال يوز والبيزنس فيز، زي مثلا مصاريف العربيه، بنزين وصيانه وما اعرفش ايه. انا عندي مصاريف عربيه خلال السنه 30,000، هل القانون سمح ان هخصم ال 30,000؟ قال لي لا، قال لي التلت والتلتين. ايه التلت والتلتين؟ التلت for your personal use not it will not be deducted، والتلتين for business use، اللي هو هنا 80% في السلايد. لا احنا هنخليها التلت والتلتين، اتفقنا؟ يبقى لو انا جيت دلوقتي قلت البيزنس يوز هنقسم بنسميها جوينت اكسبنس، هنقسم الجوينت اكسبنسز هنقسمها بس التو ثيرد بس التلتين، يعني من ال 30,000 انا مش مسموح لي غير ان انا اقسم 20,000 بس، اتفقنا؟ زي ايه تاني غير الكار؟ زي الموبايل اكسبنس، ده بيرسون مثلا جوينتلي يوز بتوين ذا بزنس اند ذا بيرسونال يوز، يبقى القانون هيسمح ان انا اقسم التلتين بس، اتفقنا يا شباب؟ طيب ثالث كاتيجوري، يبقى احنا كده قلنا كام كاتيجوري؟ قلنا تو كاتيجوري، ايه هما؟ قلنا يا شباب الديدكتبل كوست باي لو، الديوتيز اوف ريجستريشن، الانيوال سبسكريبشن بيد تو ذا سندجيت، الديوتيز اوف براكتسنج ذا بروفيشن، الديبريشيشن اوف الفيكسد اسيتس، التاكسس بيد اند سو اون. قلنا الاذر ديدكتبل كوست نيسيسري فور براكتسنج ذا بروفيشن زي الرنت، الساينتفك بوك، الالكتريستي اند ووتر، الترافل، الكابيتال لوسز، الويجز اند سالاريز. وقلنا على الكيسز بتاعت ايه كل بوينت من دول. ايه الانشورنس اجينست البروفيشنال ريسك ده؟ يعني انا مامن على المكتب بتاعي من السرقه، من الحريقه، هو ده الانشورنس اجينست البروفيشنال ريسك لو انا بدفع له بريميوم يعني. طيب ثالث كاتيجوري ده غريب شويه. غريب في ايه؟ في المعامله بتاعته. يعني انا جيت دلوقتي جبت التاكسبل ريفينيو، بعد التاكسبل ريفينيو بخصم منه الديدكشن، الديدكشنز اللي هي سواء باي لو او الديدكشن اللي هي نيسيسري تو براكتس ذا بروفيشن، ده هيديني حاجه اسمها النت تاكسبل ريفينيو بس بيفور حاجه اسمها كونتريبيوشن. بخصم حاجه اسمها كونتريبيوشن وهنشرحها دلوقتي، هيديني حاجه اسمها نت تاكسبل ريفينيو افتر كونتريبيوشن. بخصم حاجتين، حاجه اسمها البرايفت انشورنس فاند واللايف اند ميديكال انشورنس عشان اوصل للتاكس والنت بروفيت. يبقى في كام حاجه احنا لسه ما خدناهاش في الاكسبنسز اللي بتتخصم؟ 1 2 3. تعالوا بقى نتكلم على الثلاث انواع من الاكسبنسز دول. ليه دول على جنب؟ لان دول بيتخصموا، ما بيتخصموش ضمن الاكسبنسز عادي، لا دول بيتخصموا من النت ريفينيو، من النت ريفينيو. ايه التاكس والنت بروفيت؟ ده هو ده الربح الخاضع للضريبه اللي انا بضربه في التاكس دي. طب تعالوا نشوف مع بعض ايه الثلاث انواع من الاكسبنسز اللي فاضلين.
أول حاجة الـ Private Pension Fund Subscription paid by the professional to the syndicate in order to finance their own pension. مش انتوا تسمعوا عن حاجة اسمها المعاش؟ إن بيتخصم الفلوس بتاعة المعاش كل شهر أو التأمينات بتاعة المعاش، صح كده؟ علشان لما أجي أتخرج على سن المعاش أخد المكافأة بتاعة نهاية الخدمة، يبقى الفلوس اللي أنا هدفعها لل بنشن فاند، برايفت بنشن فاند، كتأمين ليا علشان اخد معاش، دي تعتبر ديدكتبل. حلو، يعني ادفع بقى تأمينات زي ما انا عايز، صح كلام؟ او بنشن فاند زي ما انا عايز. لا لا، ليه لا؟ هنشوف دلوقتي. تاني نوع من الاكسبنسز اللي بيتخصم من النت ريفينيو اسمه اللايف اند ميديكال انشورنس. اللايف اند ميديكال انشورنس تأمين الحياة او التأمين الطبي للتاكس باير او هيز وايف او هيز ماينر تشيلدرن، ديدكتبل او ديدكتبل. بس القانون قال في كونديشن. بقى ايه هو الكونديشن؟ اول حاجة ان البرايفت بنشن فاند سبسكريبشن اللي انا هدفعه واللايف اند ميديكال انشورنس ما ينفعش يعدوا 3000 جنيه في السنه. يعني لو انا قايل ان دول دفعت 4500، لا هم 3000. لو انا قايل ان انا دفعت 6000، لا هم 3000 اللي القانون حدده. طب لو انا دافع 2000، اوكي جود، هنخصم ال 2000، انما ما ينفعش الليميت بتاعك يزيد عن 3000. اتفقنا؟ القانون حددها كده. بس قال لي لا، السبسكريبشن اند انشورنس بريميوم ما ينفعش يكون ديدكتد من اي اذر ريفينيو من الناتشرال انكم. يعني تخيل انت فاتح مكتب وانت موظف كمان، يبقى انت عندك مصدرين للدخل، فما ينفعش تخصم التامينات مرتين، هي مره واحده بس. اتفقنا؟ من اي ضريبه. طيب ايه بقى القصه بتاعت الكونتريبيوشن؟ الكونتريبيوشن زي ما انتم شايفين الاعلانات مثلا بتاعت رمضان، التبرعات والدعم والاعانات دي الشركات او الافراد، مثلا خلينا نتكلم على الشركات، بتدفعها وبعدين بتتخصم من الضريبه بتاعتها. طيب الكونتريبيوشن او الدونيشن ديدكتبل؟ اه ديدكتبل، بس القانون حط لها سيرتن كونديشن. ايه هي؟ بص بقى، لو الدونيشن او الكونتريبيوشن بيد للجفرمنت سواء لوكال ادمنستريشن، بابليك اوثورتي، ناشونال ايجيبشن سوسايتي، اي حاجه حكوميه، يبقى اللي انا دافعه ده will be deducted بالتوتال فول اماونت. ليه؟ عشان اقدر اثبته في اثبات ان انا دفعت دونيشن للجفرمنت، فالدونيشن للجفرمنت will be deductible. تمام؟ عندي الدونيشن الثاني اللي هيدفع للبرايفت اورجنايزيشن. عندي نوعين من البرايفت، برايفت نوت كنترولد باي ذا جفرمنت، وعندي برايفت كنترولد باي ذا جفرمنت. مش فاهم يعني البور فاميليز مثلا، ما ينفعش اجي اقول انا دفعت 1,000,000 جنيه للبور فاميليز ويا حكومه المليون جنيه ده انا عايزه اعتبره ديدكتبل كوست ونخصمه من الريفنيو. ما ينفعش. ليه؟ عشان صعب اثباته. ما ينفعش، لازم يبقى مثبت. عندي برايفت اورجنايزيشن كنترولد باي ذا جفرمنت. ايه البرايفت اورجنايزيشن كنترولد باي ذا جفرمنت؟ زي الهلال الاحمر، الشاريتيز، اي حاجه، يعني مثلا الجمعيات والكلام ده كله، دي حاجات برايفت اه بس في رقابه حكوميه عليها، صح كده؟ وفي فواتير وفي اثباتات وفي دوكيمنت، يبقى هي دي اللي بنسميها برايفت كنترولد باي ذا جفرمنت، زي الناشونال ايجيبشن سوسايتيز، الشاريتيز، الهلال الاحمر، بنك الطعام، رساله، طعام الهوسبيتال، الايجيبشن ساينتفك ريسيرش انستتيوشنز، الانستتيوشنز، الايديوكيشنال انستتيوشنز، كل الكلام ده. اتفقنا؟ يبقى ده يا شباب، ده دونيشن ديدكتبل، بس مش ديدكتبل بالتوتال اماونت. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني شايفين ده الدونيشن، ده الدونيشن ده او كونتريبيوشن اللي هيدفع لاي برايفت اورجنايزيشن كنترولد باي ذا جفرمنت زي الشاريتيز اند سو اون، الماكسيمم ليميت بتاعها 10، المفروض على 110، خليها 10% من النت تاكسبل ريفينيو بيفور الكونتريبيوشن.
فاهم اي حاجه. بص معايا، عندك taxable revenue minus taxable deduction او expenses طلع يا سيدي 200,000. وانت جيت قلت ده انا دافع للهلال الاحمر سوسايتي او شاريتز او whatever، دافع لهم 12,000. تيجي الجوفرمنت تقارن لك 12,000 ولا 10% من النت ريفينيو اللي هو 200,000، فتلاقي ان ده 20,000 وانت دافع 12,000. اوكي ذاتس فاين، يبقى هنسمح لك ان انت تقسم 12 اللي انت دافعه. طب لو انت دفعت 24,000 الجوفرمنت هتقوم مقارنه لك الدونيشن او الكونتريبيوشن ب 10% من يور نت ريفينيو وتقول لك يور ماكسيمم ليميت 20,000، فانا مش هقسم لك غير 20,000. اتفقنا؟ يبقى ده الدونيشن. يبقى احنا كده عملنا سمري لكل الديدكشن اللي ممكن تكون موجوده عندنا وقسمناهم لثري كاتيجوريز. دول لازم تكون مذاكرهم كويس جدا 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 قبل ما تبدا. هتلاقي الموضوع سهل جدا. ده شكل التاكس ديكلاريشن زي ما احنا عملناه بالظبط. ايه ده عملناه؟ ايوه اهو. اهو taxable revenue minus deduction by law necessary to practice the profession هيديني net taxable revenue before the contribution. نشيل ال contribution whatever paid لل government او paid لل private organization controlled by the government. طب paid لل government deductible with total amount. هوصل لل net taxable revenue after the contribution. نشيل منه ال private insurance fund وال life insurance عشان اوصل لل taxable net profit. يلا نحل مع بعض. طيب بصوا يا شباب، فاكرين الاكزامبل ده؟ يلا نكمله مع بعض. احنا وصلنا المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت ان التاكس بالريفينيو، تعالوا نعيدها تاني. ده التاكس ديكلاريشن واتيفر السنه 2008، ببدا بالتاكس بالريفينيو. قلنا الفيز دي الكلام ده حليناه المره اللي فاتت الحته دي. قلنا الفيز ريتيند دي انكلودد معانا عشان كاش بيزس، ودي فيز لينا من قبل كده. قلنا الفيز بيلونج تو 2009 برضو انكلودد معانا طالما ريسيفد، لان الضريبه دي بتتفرض اون كاش بيزس. قلنا الفيز فروم سيريان اندستريال كومباني دي نل، يعني not included. ليه not included؟ علشان outside Egypt وما قاليش ان المين اوفيس inside Egypt. قلنا الكابيتال جينز will be included معانا. وحسبنا يا شباب، حسبنا ايه؟ التوتال taxable revenue طلع كام؟ taxable revenue طلع كام؟ يلا مع بعض. 29 83,000. نعمل ماينس بقى للديدكشن التاكسبل ايه؟ ديدكشن. يلا نقرا مع بعض وانتوا اللي هتقولوا لي حاجه حاجه ديدكتبل ولا لا. دفعنا سالاريز 18,000 ديدكتبل، يبقى سالاريز 18,000 لان السالاري ده النيسيسري اكسبنس. بصوا اكسبنسز بايد، خلاص طالما بايد يبقى معانا. اوكي office salaries ماشي، office rent ماشي، rent معانا. ايه تاني؟ خلي دي دلوقتي duties of registration in the syndicate. ايوه دي by law deductible. duties of registration deductible by law كام؟ 240. طيب ال price of scientific books معانا برضه. price of scientific books كام؟ 500. طيب بصوا بقى، subscription in the accountant syndicate pension fund
قلنا البنشن فاند واللايف انشورنس والكونتريبيوشن دول ليهم معامله خاصه. تمام، طيب ليه معامله خاصه؟ ليه معامله خاصه؟ عشان قلنا بيتخصموا من النت ريفينيو مش بيتخصموا من ضمن الاكسبنسز. طيب تعالوا نشوف اللي سبناها اللي هي الكار اكسبنسز، وقال لي بصوا كده noting that the car is partially used between the business and the personal use. طالما partially used، بص عشان تسهيلا هفترض ان دي 900، اتفقنا؟ الكار اكسبنسز قلنا jointly used، طالما jointly used القانون سمح ان انا اقسم 2 على 3 من الكوست بتاعتها، انا عدلتها. تمام؟ ليه 2 على 3؟ هو القانون سمح بكده. طب ال 1/3 the personal use و no deduction for any personal expense. طيب في حاجة تانية؟ في يبقى اللايف، احنا سيبنا هنا ايه؟ البنشن فاند واللايف انشورنس والكونتريبيوشن عشان دول ليهم معاملة تانية. طيب if you learn that the depreciation of the fixed assets 4000، ماشي depreciation is an expense، depreciation expense 4000. تعالوا نحسب التوتال اكسبنسز بقى. يلا 18,000 plus 2,400 plus 240 plus 500 plus 600 plus 4,000. Total expenses 25,740. يلا نعمل ال revenue minus the deduction 83,000 minus 25 وشوية دول هيطلع 57,260. ايه ده بقى؟ ده النت تاكسبل، ركز معايا، ريفينيو بيفور الكونتريبيوشن. حلو الكلام. تعالوا نعمل ديدكشن للكونتريبيوشن. احنا اتفقنا الكونتريبيوشن ثلاث انواع، لو paid للجوفرمنت deductible بالتوتال اماونت، لو paid للبرايفت اورجانيزيشن نوت كنترولد باي ذا جوفرمنت زي الفور فاميليز يبقى نو deduction، لو paid للبرايفت اورجانيزيشن كنترولد باي ذا جوفرمنت الماكسيمم ليميت 10% من النت ريفينيو بيفور كونتريبيوشن. طيب يلا قولوا لي كونتريبيوشن هنا في المساله كان كام؟ قال لي بص الكونتريبيوشن 12,000. حلو قوي، قال لي 500 منهم اتدفعوا للجفرمنت، يبقى هاجي كده اقول الكونتريبيوشن paid to government deductible the total amount. فاضل كام؟ ما هم 12,000 دول 500، يبقى الريميننج اماونت 11,500. قال لي the rest paid to the Egyptian health amelioration society اللي هي approved by the government. Whatever هي ايه، هي private organization controlled by the government. يبقى الكونتريبيوشن paid to private organization controlled by government 11,500. استنى انا مش هعمل deduction لل 11,500. ليه؟ لازم اقارنها برقم ثابت حدده لي القانون اللي هو 10 على 110، خلينا نقول 10% عشان نتلخبطه، من النت ريفينيو بيفور كونتريبيوشن اللي هو 57,260. ده الماكسيمم ليميت بتاعي ما ينفعش اعديه. يبقى لو حسبت الرقم ده هلاقيه 5,726، يبقى انا مش هينفع اقسم ده، انا هفصل ده اكوردنج للجبر. طيب يلا يا شباب، ده ايه؟ ده ايه؟ التوتال، التوتال هيطلع 6,000، التوتال كونتريبيوشن يعني 6,226. تمام، نعملهم ديدكشن من النت ريفينيو. يلا ماين 6,226 يطلع 51,034. ايه ده بقى؟ ده النت تاكسبل revenue after contribution. طب في حاجة تاني؟ طبعا لسه ال private pension fund
واللايف انشورنس للتاكس باير هيز وايف اند ماينر كيد. طيب الاثنين دول مع بعض، طب فين؟ قال لي 400 دفعوا للسندجيت بنشن فوند، وقال لي اللايف انشورنس 7000. الاثنين دول مع بعض 7400، الماكسيمم ليميت بتاعهم شودنت اكسيد 3000. يبقى احنا هنفصل من ده كام؟ 3000 اللي هم ايه الماكسيمم ليميت اللي حددهم القانون. يبقى هنفصل من ال 51 34 دول 3000، يطلع 48,034. ايه ال 48,034؟ ده ال taxable net profit، taxable net profit الخاضع للضريبة اللي هو tax bracket، هو ده اللي احنا هنمسك اول 5000 زيرو. وبعدين قلنا ال 15 اللي بعديهم عليهم 10%، واللي بعديهم عليهم كان كام؟ 25 تقريبا. اول 5000 بعدين من 5000 والى 25، يلا انتوا اللي هتحسبوا لي الريت بقى، احسبوا لي التاكس دي. اتفقنا؟ يبقى ده كل ما يتعلق بال taxable net profit لل non-commercial activity. حضرتك هتذاكر ازاي؟ لازم تذاكر الرولز الاول علشان نقدر نحل. طيب من غير الرولز خلاص انت مش هتبقى عارف هي دي بتعمل لها اد ولا دي بتعمل لها لس ولا الليمت بتاعها قد ايه والكلام ده كله. تمام؟ يبقى ده keeping regular books. المحاضرة الجاية ان شاء الله هناخد لو كان not keeping regular books. اتفقنا يا شباب؟ شدوا حيلكم وربنا معاكم وبالتوفيق ان شاء الله.